اللواء الزبيدي يهني روسيا قيادة وشعبا باليوم الوطني. العميد المحرمي ينتقد رئيس الحكومة ويؤكد عدم جديته في إصلاح الأوضاع. محافظ العاصمة عدن لملس يوجه بإيقاف توريد إيرادات العاصمة إلى الحكومة. أمين عام محل حضرموت يرأس لقاء بلجنة فنية لمناقشة تحديد مسار الخط الدائري وسط بالمكلا. عيادة الهلال الأحمر تواصل تقديم المساعدات الطبية المجانية لأهالي حضرموت.